السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما كتشوفوا فوق الطاولة ولا فوق المائدة عندنا هنايا أرقام وعندنا بطاقات. نحاولنا ناخذ غير شي حاجة بسيطة اللي كاينة في كل بيت. وريقات هادو راه متواجدين في كل مكان، كيتباعوا بثمن رخيص بزاف. كاينين الكبار كيديروا ما بين 10 و 13 درهم، وكاينين الصغار كيديروا غير 5 درهم. كاينين فيهم الارقام، كاين حروف بالفرنسيه وكاين حروف بالعربيه. اليوم غنهضروا غير على الارقام، كيفاش نعلموا وليد صغير 3 سنين 4 سنين يعرف الارقام من 1 ل 10، من 1 ل 9 او ل 10. يكون المستوى ديالو في الرود لا بتيت ولا لا مويان، هادشي اللي خصهم يعرف. ملي كنستعملوا بطاقات كنجيبوا وريقات بيضين كما كتشوفوا، وريقات كنديروا شي لون اما كحال ولا شي لون اللي كيكون كي اتيري، وكنبقاو كنوريوه 0 1 كنبقاو ندوزو 1 2 3 كل نهار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9. هنا هادو ماشي غيرنا غير اللون، ماشي غيرنا كما كتشوفوا غير اللون، استعملت اللون الاسود مع الابيض كي يجذب الانتباه ديال الاطفال. وهنا درت نقطه باش يتعلم بان الواحد راه نقطه واحده هي واحد، هنا نقطتان هي اثنان. لا معقلش على هذا الرقم، على الصوره ديالو لا معقلش على هذا، راه اثنان غادي يحسب واحد اثنان، واحد جوج. هنا ثلاثة النقطات غادي يعقل راه هذا ثلاثة، كذلك هنا أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، كذلك بالنسبة لخمسة. إلا ما عقلش على خمسة يحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. هنا ستة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ملي غيحسبهم غيعرف هذا راه ستة. نفس الشيء مع الرقم سبعة، يحسب هاد النقطات غادي يعرف راه هذا رقم سبعة، كذلك ثمانية نفس الشيء، وبالنسبة لتسعة نفس الشيء. إذن كاينة طريقة أخرى هي هادو اللي قلت لكم في بداية الفيديو، يقدر يديرهم مع هادو. مثلا ثمانية تقولي ليه جيب بحال هذا الرقم، هذا راه سميتو ثمانية، هو غيعقل غيفرح وغيمشي يجيبو وغيديرو راه تيشبه ليه. مثلا تسعة غادي يجيب، يمشي يجيب تسعة ويحطها حداه باش يعرف هذا راه هو هذا، راه هذا تسعة. بالنسبة لكاع الأرقام كنكملو بحال هكا، سبعة كذلك، بالنسبة لصفر، بالنسبة لإثنان. الفكرة اللي بغينا نهضرو عليها في هذا الفيديو كامل، خلاصة القول، هي البطاقات اللي استعملنا فيهم الأرقام كنحطوهم أمام الطفل، كنسرحوهم كيكون شوية عقل عليهم باش يعقل على الصورة ديالهم كي دايرة. كيمشي كياخد هاد من هاد الأرقام البلاستيك اللي قلنا متوفرين في السوق بكثرة، وكيبقى كل رقم كيجيب عنده خوه اللي تيشبه ليه باش يبقى عاقل على داك الرقم راه كيفاش كيتكتب، كيفاش فين هو المماثل ديالو. هذه هي الفكرة. ومن بعد تقدروا الا ما بغيتوش هاد الوراق كبار مثلا استخدمتوهم وبغيتوا ديروا طريقه صغيره، تاخذوا بطاقات اللي تقدروا تهزوهم معكم في اي بلاصه، في الجيب ديالكم، في الطوموبيل، في اي حاجه، ودير بهم دي كارت بحال الكارطات اللي كنلعبوا بهم بحال هذا الشكل بحال اللي كنا دوزنا. حتى هما فيهم تقدروا تصايبوهم غير بالجدادات، تاخذوا الجدادات وتقطعوهم وتلصقوا فوقهم منهم، تلصقوا فيهم. دابا نوريهم لكم شي فيديو كيفاش استعملت، كتلصقوا سكوتش اللصقه باش ما يتكمشوش، حيت كيكونوا هما على هذا الشكل هكا ساهلين باش يتكمشوا. الا درتو هكا درتو لهم اللصاق اللصقه ديال السكوتش كيولوا قاصحين، كيولوا بحال الكارطات. تقدروا تلعبوا بهم مع الطفل، تقول ليه فين هي اثنان، هذا شحال هذا الرقم، شحال هذا الرقم، تبقى تسوليهم تخربقوهم ليهم.
اذا كما كتشوفوا اخواتي، انا شاركت معكم عده طرق باش تعلموا وليداتكم الصغار اللي من 3 سنين 4 سنين الارقام، يعني الاطفال ديال الروض تعلموهم الارقام، وهي الصوره كتبان قدامكم. وكنتمنى انكم ما تنسوناش من لايك، يعني ضغطوا على زر الاعجاب، ديروا سبسكرايب، تشاركوا معنا في القناه، وباقي ان شاء الله افكار جديده وعده افكار غادي نتشاركها معكم ان شاء الله باش تعلموا وليداتكم يقراو باللعب. وشكرا لكم، الى اللقاء في فيديو قادم.